مع أحمد ملا طلال. السلام عليكم. نائب عن لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان اسكندر وتويت كشف عن وجود قرار نيابي يتعلق بالاستفسار حول أعداد القوات الأمريكية المتواجدة بالعراق وأماكن انتشارها، وأشار إلى أن اللجنة لوحت باستجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال الفصل التشريعي المقبل للوقوف على حقيقة الأمر. وتويت أعلن أيضا أنه أي تواجد عسكري بري للقوات الأمريكية بالعراق يعتبر انتهاك للسيادة، وأشار إلى أنه يفترض بالحكومة أن تعرض هذا الموضوع أمام مجلس النواب لمناقشته. اللي قاله اسكندر وتويت أكد أيضا النائب حسن سالم عضو لجنة الأمن والدفاع، واللي قال اليوم أنه بأكثر من مناسبة اللجنة أعلنت رأيها بأنه التواجد العسكري الأمريكي بالعراق غير مبرر ويعتبر خرقا للسيادة، ودعا العبادي أيضا أن يكون واضح بهالشأن وحقيقة وجود قوات برية. هذا التحرك اجى بعد أن كشفت صحيفة USA Today الأمريكية مؤخرا عن مفاوضات بين الجانب العراقي والأمريكي للإبقاء على 5500 عسكري أمريكي بالعراق بعد انتهاء الحرب على داعش. هذا الملف أثار انتباهنا اليوم، أما ملفنا لهذه الليلة فهو قد لا تجرى أبدا فيما العمل لها كأنها غدا. ليش يقولون الواحد لازم ما يلعب بالنار؟ أكيد، لأنه اللعب بالنار خطر وممكن يحرق الأصابع مثل ما يقول راغب علامة. نفس الشيء تقريبا ينطبق على اللعب بموعد الانتخابات اللي المفروض تجرى يوم 12/5/2018. نقول نفس الشيء لأنه إذا صارت سابقة التأجيل فعلينا انتظار تأجيلات أخرى وأخرى، وهذا يودينا لأفق رجراج وما له حدود. هسه إذا نعوف هاي الديباجة ونجي للمعطيات راح نشوف التالي. تحالف القوى بعدهم مصرين على التأجيل بالكواليس وعلى خشبة المسرح، والمبرر النازحين وإعمار المدن المحررة. بالمقابل التحالف الوطني بالعلن ضد التأجيل وعنده إصرار على إجراء الاستحقاق الدستوري بموعده، بس جو العباية مواقف أطرافه متباينة. عدا هالموقفين الكل جاي يصرفون على أساس الانتخابات صايرة وبموعدها. اليوم مثلا مفوضية الانتخابات طلبت من مجلس الوزراء سلفة حتى تمشي أمورها، عندها التزامات لازم تسويها وما تريد تنحرج ويا الكتل والمرشحين. وبما أنه جبناها على الكتل والمرشحين فالكل جاي يصرفون بمنطق اعمل للانتخابات كأنها تجري غدا. أحزاب تتأسس وائتلافات انتخابية تحاكم الغرف المغلقة وتحالفات قديمة تتفكك. بس بيننا وبينكم كل هذا بشفة، واللي صار باجتماع الرئاسات ويا الكتل السياسية اللي دعاله فؤاد معصوم الأسبوع الماضي بشفة ثانية. حيدر العبادي المصر على إجراء الانتخابات ما حضر، وهذا كان إلى دلالته. والأكثر دلالة من هذا إنه رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود كان مدعو، وبعض المجتمعين طلبوا منه وعلى لسان فؤاد معصوم أن يشوف لهم مخرج دستوري للتأجيل. حيلة شرعية، فدلكة قانونية، أي شيء يشرعن التأجيل، بمعنى أنه الناس رايحة للانتخابات برجليها بينما ضمير بعض أهل الحل والعقد رايح للتأجيل ضمنيا. والقرينة لحد الآن ماكو أي إقرار أكيد أنه الانتخابات راح تصير بموعدها. لهذا هواية يعبرون عن خشيتهم من دخولنا نفق اللادولة في حال تأخرت المصادقة على موعد إجراء الانتخابات من قبل مجلس النواب. والمفروض برأي هؤلاء أن تتم المصادقة على الموعد بأول جلسة بعد انتهاء العطلة التشريعية حتى الباب ينساد أمام اللي يحاول الدفع باتجاه التأجيل. أها، هنا وصلنا للي يحاولون الدفع باتجاه التأجيل، وعلينا الانتباه لإشارتين متناقضات شفناهن اليوم
من رموز تحالف القوى. الأولى تخص رئيس البرلمان سليم الجبوري، والثانية تخص النائب رعد الدهلكي. الجبوري من البصرة دعا لضرورة إجراء الانتخابات بموعدها، في حين أنه الدهلكي أكد أنه تحالف القوى راح يخاطب الأمم المتحدة من أجل التأجيل إذا بقوا النازحين بالمخيمات والمناطق المحررة ما تعمرت. بس بيننا وبينكم الملاحظة ترى مو يم رعد الدهلكي، اللي يهمنا هو موقف سليم الجبوري اللي كان حتى وقت قريب لابس فدلة التأجيل وروج لها بقوة حتى بزيارته الأخيرة لأمريكا، بعدين فجأة غيرها اليوم بقات مصراوي مكتوب عليه الانتخابات لازم تصير بموعدها. ليش هذا التغيير وش يعني؟ ربما هو مماشاة لرأي رموز العملية السياسية المصرين على الاستحقاق الدستوري، أو ربما هو إشارة لانشقاق بداخل تحالف القوى نفسه تجاه موعد الانتخابات، وربما ثالثة أنه حتى اللي شايل هم النازحين من تحالف القوى هو يدري ومتأكد أنه راح تصير انتخابات بموعدها، بس جاي يستثمر انتخابياً بمعاناة النازحين. كل شيء جائز، بما في ذلك انتباه المكون السني لخطورة اللعب بالنار، لأنه أول المحترقين راح يكونون هم مثل ما يقول هواي مراقبين. إي نعم، السالفة خطرة وما تتحمل ألعاب كروباتيك أو قفز بدائرة النار مثل ما نشوف بالسيرك. الانتخابات حمالة حطب، لو تحرقنا لو تدفينا بهالشتة، ولا تلعب بالنار تحرق صبيعك. أرحب بكم وناقش هذا الملف مع الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الأسبق، وكذلك مع السيد بهاء العرجي نائب رئيس الوزراء السابق. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. كلش عجبتني مال الأسبق والسابق، أي يعني تداول سلم للسلطة، المسؤول يصير سابق. فدكتور محمود، ليش تردون تأجلون الانتخابات؟ وأهم شيء كسرناه بعد 2003 هو الانتخابات وتداول السلم للسلطة والمسؤول الحالي يصير سابق. تمام، بارك الله بك، شكرا لك أستاذ أحمد، وشكرا لمن سيتابعنا يعني بجدية. حياك الله. وشكرا للأخ أستاذ بهاء، أنا متعلمين نطلع وحدنا، بس واحد سمع بالله إنه هو هذا جينا سوا. وأنا ما أعرف شلون اقتنص الفرصة. ما شاء الله أستاذ بهاء صاير عنيف، مو مثل قبل يعني. أنا خفان، أنا شوية مخفف، أستاذ بهاء شوية مزيد. اي جيل يسلم جيلا. على كل، انا سعيد بوجودي. احنا من كتبنا الدستور، تدري مين من كتبت الدستور؟ احنا من كتبناه مشان بالنا داعش راح تهتنا وتجرحنا، بالنا راح نصير الولايه 53، بالنا راح نصير حياه ديمقراطيه رائعه والناس متهنايه وماكو اي مبررات للتاجيل. هاي واحده. النقطه الثانيه، أحب أن ألفت نظرك إلى شيء، أنه إحنا في كل الأحوال الانتخابات هو استحقاق كتل سنية، أنا أحكي على المكون السني، هو استحقاق كتل، وهذه الكتل حاطة ببالها دائما هي الصف الثاني وليس الصف الأول، لأنه الاستحقاق الانتخابي الحقيقي هو من سيكون رئيس البرلمان، رئيس الوزراء القادم. لا، ليش مو الاولى اللي طلعت من حلقك، هيك من سيكون رئيس البرلمان القادم؟ ما عندنا مشكله يعني. هذه قصدي مشكله داخليه. فلذلك احنا ما كلش حريصين بصراحه. هاي اولا، يعني ما يهمنا يصير انتخابات ولا ما تصير، ما نقدر نجيب احسن من سليم هسه، مو زين. اولا جبنا مؤهل ودكتوراه بالقانون وممارس وشاب وبيحل وعنده خلق، عنده خلق يتحمل، مو هسه ما علينا بالاخفاقات وغيرها يا مشهد. فاي احنا الان 70 نائب، اسال سؤال والشارع يسالنا، انتوا 70 نائب هسه صار لكم 4 سنين، ايش سويتوا؟ نقطه لا تستفهموا اياها. ايش تصورون بالانتخابات الجايه؟ اذا جيت 80 او جيت 60 راح تتغير شيء؟ السؤال ايضا جواب، هذا السؤال اللي يطرحه الشارع، تاخذ شارع السني. فلذلك ما متحمسين. النقطه المهمه والجوهريه انه احنا الان ما عندنا ملف انتخابي، ما اقدر اقف امام الجماهير اني ولا استاذ صالح ولا استاذ سليم ولا استاذ
وأقول انتخبونا يا أخوان لأننا حققنا 1 2 3 4 وما عندنا غير. مو ذنبي يعني. إذا أنت ما عندك إنجاز أنا مو ذنبي. بس خل آخر أخرق الدستور. نظرنا أنت. إيه قصدي مو ذنبي. ما يصير موقف مثل أخرق الدستور أحول البلد إلى المجهول مو ذنبي يعني إذا ما عندك إنجاز. يعني احنا دا نعطيك الوجدان مالتنا في النظره الى الانتخابات الحقيقي، هذا هو الوجدان الحقيقي واللي دا يجري. طيب فاحنا لما الان يعني نسبه بحدود 60% من شارعنا قلق، قلق بين مهجر، بين ما يعرف وين يروح، بين ما مأمن على مستقبله. خلاص احنا حتى ننجح احنا بالانتخابات مو الاخر، الاخر طريقة مأمن وصراع بيناتهم فقط، يعني من سيكون الزعيم المرحلة القادمة. احنا ايا كان سيكون الزعيم المرحلة القادمة هو بين هذا، يعني من يأتي بالعدد الاكثر، واحنا ما راح يكون ذاك الاعتراض عندنا شديد، اكو اعتراضات. فاحنا اذا ما نقدم شيء نستفز به الوجدان الشارع السني لكي ياتي للانتخابات. اكو غيرك، أكو غيرك وغير اصحاب وجهه النظر هاي مستعدين وعندهم جمهور الميدان ومستعدين يفوتون الانتخابات واسسوا احزاب. 10 11 على مكون اخي. ايوه بالمكون. هو المكون. انا انا مناطق التاجي والطارميه، بكره دام هجرين ومستقرين وامنين. اي بس بكره انتخب اني اخذ الاصوات. انا احكي على المكون ككل. المكون ككل بقياده فعاليات سياسيه على الميدان موجوده كقياده للمكون. تمثل هذا الخطاب الناقم على الطبقه السياسيه السنيه اللي كقياده للمكون هكذا تفكر بان المكون يجازف بوضعه البرلماني والحكومي اذا دخل دون اعاده او بالنص تطبيع الاوضاع. البيان مال رئاسه الوزراء حتى الزم نفسه بتطبيع الاوضاع. الزم نفسه. فاحنا ليش ما انتم الزمتوه؟ انت هو رئيس الوزراء والوزراء الزموا نفسهم. احنا تريدنا ما نطالب نقول لا لا تلزموا نفسكم. فاحنا حقيقه خشيتنا وخوفنا من عدم تطبيع الاوضاع. اذا طبعت الاوضاع قبل بشهر من موعد الانتخابات حالاته شو ما عندنا مستقبل. سيد بهاء مبرره كل هاي اللي نسمع؟ لا لا ابدا مبرره. يعني مبرره يجوز وجهه نظرك. انا حقيقه اختلف مع استاذي سيد الرئيس محمود المشداني من الالف الى الياء فنيا. اولا النقمه موجوده في الشارع العراقي على كل الكتل السياسيه بكل مكوناتها سنيه وشيعيه، هسه بدرجات ونسب تختلف هذا متين. لكن الانتخابات لماذا كانت؟ واحنا لما كتبنا الدستور ما هو الغرض من الانتخابات ناقشناه، هو ايجاد مجلس النواب تنبثق منه حكومه. الاخوان يفكرون الان مو في الانتخابات من اجل ايجاد مجلس النواب، وانما ضمان صعود نفس الوجوه ونفس الكتل. وبالتالي اذا تجرى الانتخابات سواء كانت هناك مشاركه قويه او ضعيفه، سواء رجعوا النازحين ام لم يرجعوا، بالتالي سوف تكون هناك انتخابات مهما كانت النسبه، سوف تكون هذه المحافظه لديها الاعضاء المحددين. لكن هذا يخشى بعض الاخوان وخاصه القيادات المكون السني بانهم سوف لا يكونوا في المرحله القادمه في العمليه السياسيه بصوره رسميه. ليش خايفين انه حزام بغداد اللي ممكن يجيب لهم 10 مقاعد للمكون ما شاء الله ما قصرتوا، فرغتوا من اهله، فرغتوا من ناسه، او ممكن ياثر على عدد مقاعد الشيعة داخل بغداد، يشوفوا نفسهم الوضع الحالي في حزام بغداد تحديدا على اعتبار المحافظات الاخرى مضمون عدد مقاعدها سيؤثر على حجم المكون السني داخل البرلمان. لا هذا موضوع، هذا موضوع ممكن ثانوي، بس انا احتاج لك الموضوع الرئيسي من الاخوان. هذا كلها اكو اسباب اخرى ولا تعطيهم الحق في بعض الاحيان. لكن احقاقهم يعني حق واقعي، لكن نحن امام مصير امه وشعب ودوله. عدم اجراء الانتخابات هذا يعني سوف لا تكون هناك دوله، حاله لا دوله ترجع. يعني هذه بغداد راح تتقسم، شوف هذه المنطقة للعصائب وهذه للكتائب وهذه السرايا السلام وهذه للجيش الإسلامي وهذا كذا. بالتالي حتى أروح مكان آخر لازم أخابر أحمد ملا طلال عندك أعرف هناك، لأنه هذه الميليشيات أو الإخوان في الحشد الشعبي لليوم نفسهم الإخوان في المكون السني يطلعون ينتقدوهم يردون حلهم وهم أبطال. بالتالي راح يسألوك باكر يقول لك أنت وجودك غير دستوري، ما صارت انتخابات الأربع سنين انتهت، ليش تحاسبني أنا؟ فبالتالي عندما ننظر إلى القانون الدستور أن ننظر إلى بنظرة واحدة. هذا واحد. اثنين، للأسف الشديد خلال الأيام القليلة الماضية
تحول هذا الأمر تأجيل الانتخابات من الأخوة ومن بعض الأخوان في التحالف الوطني، ترى حتى بعض الأخوان في التحالف حجمهم قالوا هذه مسألة طبيعية بهالعرج الأصوات اللي حصلها سابقا. ما سمعنا طرف من التحالف الوطني بشكل صريح، بشكل صريح. بس معلوماتك بالباطن أكو من يريد طبعا تأجيل؟ أكيد أكو من هسان جايك يعني الاجتماع الأخير الاجتماع الأخير عندما كان الرئاسات الثلاث وبعض الأخوان من قادة الكتل، لماذا يدعى رئيس المحكمة الاتحادية؟ يعني عادة يكون رئيس مجلس قضاء، طبعا رئيس المحكمة الاتحادية هو عنوان وعلم عراقي كبير وهو أفقه واحد بالقانون بالعراق. مثل ما تفضلت بالمقدمات قالوا له لقينا مخرج لولا كان هناك تأجيل للانتخابات. أنت من حضرت مدحت المحمود ودعيت للاجتماع، يعني أنت أكونية لدى الغالبية، وهذه الغالبية ما شكلها فقط السنة، يشكلوها بعض الشيعة البعض بتأجيل الانتخابات. مبرر السنة افتهمناه، نازحين حمود المدمرة وما عندي مشروع يقنع جمهوري. حجمهم قال زين، حجم قال مبرر بعض الأطراف الشيعية شنو الحجم؟ قال حجم قال أكو استياب، حجم الكتل السياسية. نعم أكو استياب الشارع لكن بنسبة أقل مما موجود للأخوة. فالرجل متعهد المحمود بالنص وعد قال ماكو أي مجال أو أي منفذ لتأجيل الانتخابات إلا إذا مجلس النواب لم يصادق على الموعد المقرر في مجلس الوزراء فيتحمل مجلس النواب، وسوف لا تكون، لأن هذا شرط المصادقة. لذلك اليوم صدرت بيانك اللي قلت فيه أنه مجلس النواب عليه أن يصادق بالجلسة الأولى نهاية الفصل. بالضبط. أما عدم حضور السيد رئيس الوزراء للاجتماع هذا به دلالتين، مو مثل ما تفضلت أخ أحمد حسمت الموضوع. أما وأنا أقول لك المن الأقرب، أما هو مع التأجيل بس ما يريد يناقش الأمر قدام الآخرين، يدبها برأسهم. وأما هو عرف مسبقا أن هناك تأجيل وكثير يدعون حتى ما يحرجوه ويقبل بالتأجيل، هو يريد انتخابات. فبالتالي فبدأ الأمر ترك الأمر لهم وهو جزء من الكل، وبالتالي ما يقرر، لأنه الآن الكرة طلعت من الحكومة من رئيس الوزراء، الكرة الآن في ملعب مجلس النواب. مجلس النواب صادق على الموعد بغض النظر صادق على القانون لم يصادق ما يكون انتخابات. فبالتالي أنا أقول يعني مو بالضرورة أن نأتي نحن مكررا، لا المشهداني ولا سيد بهاء العرجي، اشتغلنا هذا انتخابات نرشح فزنا ما فزنا، هذا الجمهور اللي قرره. بس أنا أسوي الانتخابات على مستوى سيد بهاء يكون عضو البرلمان أو عضو الحكومة، فهذه ليست بانتخابات. إذن الكرة بملعب مجلس النواب دكتور محمود. نعم. والآن تصلني رسالة من نائب مهم ومهم جدا تحالف القوى، يقول لي الله شاهد البارحة، شوف الميانة، يعني شوف الميانة، شوف قد كبير، شوف قد كبير. أمين عام بعد يعشوي أمين عام. لا 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 لا، الميانة ويا دكتور سليم. الله شاهد البارحة سليم ما يريد انتخابات، ما عليك بالإعلام. لا. فإذا هسه مجاي أقول لك. دكتور سليم صرح لنا يعني. يقول ما. قال أنا قدمت يعني ورقة رئيس مجلس النواب داخله ما يريد انتخابات حسب. ما يريد. ما يريد. كنا ما نريد. أخي العزيز اجتماع الرئاسات الثلاث قبل ثلاث أيام حضور رئيس الكتل، الصيحات التي كانت أن تكون انتخابات بقوة هي كانت للمالكي ولهذا العامري فقط، أن تكون الانتخابات في موعدها، أي في موعدها، هذا العامري والمالكي بقوة بقوة. أما الآخرين باستحياء يقولون وين ما تكون، اللي ما يتكلم بقوة هذا يعني مو كلش مع الانتخابات. خوفك من القوة هاي تكون هي المطلوبة. حتى عندي مستعقب لا ممكن تدي الأخ بهاء خبير بينا باعتباره تلميذ ثاني، كلامك كلش دقيق، بس فاتت ملاحظة واحدة إنه إحنا مو خوفنا على الأشخاص، بدليل إنه إحنا كثير من الخط الأول الآن نفكر ما نفور الانتخابات، يعني ندعم نقود. يعني ما أحكي على المشهداني، يعني لا لا المشهداني لا, 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 لا أعرف أنت ما ولا أنا حتى من العالم، بس قصدي خوفنا إنه المناطق المختلطة هسه بالأم أنت قلت العدد محدد بالأنبار ياهو يجي زين مو زين، هو ضمن الكوتا مالتنا. خوفنا من بغداد ذات الانتخابات كل شيء ماكو عندنا، واخذنا 4 من 68، هسه ايش ناخذ اذا اخذنا 5 او 4؟ هذا استحقاقنا الحقيقي؟
خوفنا منها. يعني نقول لكم حجج حقيقية، أنت تقول أريد أرجع النازحين، النازحين اليوم إذا رجعوا يا خراب وين يقعدون؟ أنت تحكي تطبيع أو رجوع، النازح اليوم مدينته مفلشة، إذا تريد تعمر مدينته وتعيشها مثل قبل وعايشة آدمية رادة خمس سنين، يعني انتخابات الخمس سنين. أستاذ بهاي أنت ممكن تنائب رئيس وزراء؟ نعم. هذا البيان مال مجلس الوزراء ألزم نفسه بأربع نقاط. الميليشيات والسلاح وارجاع المهجرين ولا لا لا ليش الزمنا بس الزمتوا لان ضغطوا على المجتمع الدولي وضغطوا على الامم المتحده وضغطوا على دكتور حيدر ماكو انتخابات الا بهاي الشروط الاربعه والخمسه انا 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 انا, أنا يعني اتكلم لك بكل صراحه الميليشيات بعد ما اسمها ميليشيات حشد شعبي وهذا لا يستطيع حلها لا العبادي ولا فؤاد معصوم ولا سليم الجبوري ولا كلكم هذا صار واقع وقانون وأقوى من الكل بالشارع فخاف واحد يريد يستهلك دعاية انتخابية هذا واحد نفس الشيء انت تسوي بالحشد بدون سلاح انت تسوي بالحشد بدون سلاح هذه إعلانات هاي نفس إعلاناتكم هاي إعلانات ما جماعتنا نعرفها الآن بالنسبة بس باختصار لأن الوقت اثنين لا توجد لدى الحكومة العراقية إمكانية مادية بإعادة النازحين نازح اليوم تركب سيارة رجع بس وين قاعدة؟ وين قاعدة؟ تخلي ثلاثة عليها. يعني اليوم البنك الدولي. تخلي ثلاثة عليها. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. لطالما أعلنت استعدادها وعدها تجارب سابقة بإجراء الانتخابات وفتح مراكز في مخيمات النازحين. ماشي. وينها؟ قلنا لهم. المفوضية. وينها؟ وين احنا شوف اكو نقطه بس قول احنا النقطه الثانيه السياسيه ما نقدر نخلي وجوهنا بوجوه النازحين صحيح هاي نقطه هاي مهمه هاي. جدا مثل ما قلت النازح يقول لك انا شنو رايح على الانتخابات إيه؟ انت ما عليك بي افوز او اخسر اي سني الان يروح جيل جديد جيل عاشر المهم من يروح يقول له عمي شوف لي حلاني مهجوم بيتي قاعد بخيمتنا علي انا عن او هيك بالانتخابات هسه لا تخلينا نحكي بالعراقي مكافرين بالانتخابات يقول لك درجاني يشبعني خبزه وانت مكلب لي بالانتخابات حتى تصير شيخ علي حتى انت تجيبوا لك مدرعه وحمايات ما اريدك ولا اريد انتخابات انا ذاك الكميه مالتنا اللي راح تصب بالمناطق المختلطه اللي راح تصب لصالحنا بالصندوق راح تكون قليله منو راح يستفيد منها الطرف الاخر يعني احنا احتمال ما نوصل للخمسين نائب وهي كان الهدف أكبر دكتور ولذلك احنا مستميتين على تأجيل مستعد تناقش وياي نظرية تقول الهدف أكبر من هذا لا السنة يحاولون تأجيل الانتخابات نعم لجر البلد إلى نقطة تعود فيها العملية السياسية إلى نقطة الصفر إعادة تأسيس العملية السياسية يرغبون هم والكرد بثلث معطل هاي الأغلبية الشيعية أذتهم تمام ها تمام الله خلص تمام هذا الاعتراف اللي اريده فلا تقول لي نازحين ما يقدر لا مو انا اقول لك ما لا لا لا, لا. تاكد من صحه كلامي انا ما عندي مصلحه في ان يعني الانتخابات تصير بوقتي عن بغدادي بغداد ما بيها شوف اللي زين هذا او كل شيء مناطق خصوصا التاليه والطارميه كلش امنه وهذا روح كيفنا نمشي ما عندي مشكله زين فلو عندي غرض شخصي كان حكيت ما عندي غرض شخصي احنا لما نجتمع قياده المكون نتكلم باسم المكون المكون الان ربما يعني يصاب بنكسه حقيقيه في الانتخابات اذا بقت اوضاع المهجرين على ما هم عليه اولا ما محدثين السجلات مالتهم اثنين ما مجعين هذا القرعه الالكترونيه يعني المحطات الالكترونيه معناته التسجيل راح يصير مو 20% احنا ويا الالكترونيه محددين 20% بيصير 60% التسجيل ثلاثه نقطه كلش مهمه روح على محافظاتنا في الموصل الان 16 فرع لاحزاب شيعيه موجوده هناك هاي قبل ما كانت موجوده هاي كلها تاخذ من جروبنا الان اكو عندنا اخوه بالحشد الشعبي عندنا بمناطقنا هذول ايضا راح يروحون يسحبون يروحون للجهه الثانيه وبالنتيجه الكتله السنيه راح يصير مثل فرج الاقرع والله انا بس اريد انا اوصل رساله فقط طبعا الاستاذ محمود المشهداني قائد البلد ورئيس مجلس النواب سابق وصادق في كل شيء بس البعض خاصه جماعتنا اللي يصيحون بالقوائم العابره للطائفيه وهذا القائد السني يقول لك احنا السنه يحكي بالسنه فاحنا ليش نحكي بعابره للطائفيه؟ ليش؟ شوف ايش صاير بيهم يا جماعه فبالتالي علينا كلنا نعيد تفكيرنا انا اجي اقول اولا اللي تكلم الاستاذ محمود كله صحيح وهذه المخاوف مشروعه تعال خلينا نخففها ونشوف البدائل يعني انا اعطيك الدستور حقيقه قال بكل صراحه هم التسجيل مشروط
حتى لا او في التاجيل حتى على الحكومه الدستور اشترطوا المشاركه بتنفيذ شروط محدده. شوف ما انا قلت لك هاي الشروط يعني عمليا ما تصير، يعني السيد رئيس الوزراء والحكومه من يجيبون فلوس يعني حتى يلزم نفسه بالبيان مالته؟ ما هو رئيس وزراء من يصدر قرار ويلزم نفسه بهذا، صدرت قرارات وقوانين ومواد بالدستور ومواد بالدستور. انا اقول شنو، اكو حل وسطي. هذا الحل شو يقول؟ الدستور كان واضح باجراء الانتخابات بمواعيدها المحدده، لكن ما نص ان تكون الانتخابات في كل محافظات العراق او في كل العراق، ماكو نص بالدستور يقول هيك. انا ما خالف الدستور بس تعال نفرض، خلينا نقول يا مدينه ما ممكن نصير بانتخابات مثلا الموصل مثلا، لكن دياله جيده، الانبار جيده، ما بيها مشكله. تعال يا بالموصل مثل ما اعطينا الكركوك بمجالس المحافظات، انا وضع خاص، خلينا ناجل الانتخابات بها لمده سنه، والاخوان الاعضاء اللي موجودين الان يبقون. تمام، وين مش الانتخاب؟ نواب الموصل اللي مستعدين للانتخابات الان، سمعوا من سمعوا هذا مقترحك الان اثلجت صدورهم. نقول مثلا لا متعطل البلد كامل، تودي الدوله للمجهول، تقول ماكو انتخابات. هذه الانتخابات اذا ما صارت سوف يكون هناك اما انقلاب او تصير دوله عصابات. هذا عنوان مهم شباب. طبعا بالمناسبه اذا ما صارت انتخابات سيد بهاء العرجي، اذا ما صارت انتخابات اما انقلاب او دوله عصابات. دوله عصابات. احنا ليس من مصلحتنا ان تكون هناك فوضى وان الدوله تضعف، لانه الحمايه الوحيده عندنا هي الحكومه، ما عندنا اي حمايه اخرى. وبالتالي احنا لما نطالب لكي يكون انتخابات ممثله حقيقيه، لكنه اذا تؤدي القضيه الى ان الحكومه تتحلل وتتحول الى عصابات، ولا احنا لا مو الحكومه، الحكومه تضعف، الدوله تضعف، الاصابات. دكتور محمود، دكتور محمود، بالمناسبه الحل الوسط ربما حسب معلوماتي ربما يشار اليه، وهو حل واقعي وحل يعني منطقي، وهو الحل الوسط اللي قال عليه استاذ بعض المحافظات اللي لا يمكن احنا بس قبل شوي لما يصير عندنا حاله طارئه ما عندي مشكله بالانبار، باعتبار حتى لو شاركوا 100 ناخب خلص 13 مثل الانبار 13 مقعد. خطرنا في المناطق المختلطه المختلطه، يعني انت ابو البصر شو راح، ما اقول ابو بغداد وحزام بغداد شو راح يشوفه لحد الان؟ لحد البارحه مسوي لي سدود وموقفين لها. تعالج هاي حزام بغداد، تعالج تشرق قادمه تعالج. ولذلك النقطه كلش مهمه، النقطه كلش مهمه، ان المكون ليس ضد الاستحقاق الدستوري، لكن يا اخي احنا في حاله طارئه بالطوارئ منعطل الدستور؟ الدستور مو يتعطل بحاله الطوارئ؟ اعتبروا هذا الحل الوسط هو حل منطقي. كم مره شنو ذنب احنا هم ذنب شنو ذنب كم مره السيد اسامه النجيفي من عفوا كم مره السيد اسامه النجيفي من يلتقي بالسفارات الغربيه، من يلتقي بيانكوفيتش، من يلتقي من يطلع ويسافر برا يدفع باتجاه التاجيل، وكانه المجتمع السني او قاده السنه اقنعوا المجتمع الدولي انه هالانتخابات غير مناسبه وغير ملائمه. مناسبه يعني الان التحقوا بالركب الكرد نتيجه الاضطرابات، اذا استمرت هاي الاضطرابات في انتخابات بعد. فاحنا مكونين الان نشعر بهذا الشعور. الحل يعني قصدي شعورنا الاخر انه احنا حكومتنا وزعامتنا والسلطه اللي خلينا نمثلكم. قعدوا احنا نمثلكم قابلين. انا اذا يجيني سويت وخربت الرمادي والموصل كذا، خلينا احنا نعمر قابلين زين. احنا قابلين يا قابلين، جاي تحاسب على المقعد ومقعدين، خاف يصير فرق ببغداد مقعد ومقعدين، شو قابلين؟ لما انا انهيها كلها احنا مستعدين ننسحب من العمليه السياسيه ويقودوننا الاخوه الى ابد الابدين بشرط. انتوا جزء مهم بشرط لا تجي مثل الجعفري. ممكن اسالك سؤال؟ لا تجيني مثل الجعفري ها وتقدم لي قائمه ب 16 شيعي بحجه انت رئيس وزير خارجيه وتجيب 2.5 من السنه، يعني الكفاءات بالخارجيه اصلا السنيه اضبط واكثر. كل الدوله كانت عندكم بعد اي خلاص كل الدوله كانت عندنا. الان تجي تاخذها خذوها. ما ناخذها ما عندنا مشكله بدونكم، ما ناخذ استاذ محمود انت تعرفني بدوننا بحقنا. لا مو بدون مو احنا لا نكون تابعا. عندي سؤال مهم دكتور، انت فزت بدوره والله انت تابعين الان بشكم تركيا وقطر والسعوديه. تمام اوف 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 يعني شلون تركيا؟ اي احنا مظله مالتنا كنا الان كل السنه. هسه قطر صار لها فتره دهن دبس ويامن. بالمناسبه عندي سؤال مهم بالمناسبه، هاي الخمسه كلها ومدى تقيش ويا الشرقيه
شلون مو القناة الشرقية هاي الخمسة المظلة كلها وكنا بيها سموها المظلة هاي خيارات بيناتنا الخلافات والكتل خيارات وكنا ما مقشين ويا الشرق هذا الشرقي حدود الشرقية قصدك أقول لك ذاك بلدوزر هذا الشرقي زين دكتور لا تنسيني سؤالي أنت فزت بالانتخابات الأولى مال الدور 2005 من القائمة المغلقة 2006 2005 الانتخابات نهاية 2015 15 صارت المغلقة وباشرة 2006 ما تذكر الظروف اللي صارت بها انتخابات 2005 إيش بيها؟ إيش بيها؟ القاعدة هنا كانت في حدود المنطقة الخضراء في العاصمة وسوينا انتخابات وحرب طائفية ويعني ما ممكن تقارن الظروف الآن استقرار الأمني الانتصار على داعش 2005 عيني أكو متكون أني وأستاذ بهاء متكون أني وأستاذ أحمد بس أنا ببيتي قاعد ها وصولي إلى الصندوق سهل وميسور أخويا أنت الآن لما أني لما 60 مجلس الحوار اللي كنت جزء منه وفزت بالانتخابات وصرت رئيس قائمة مغلقة كانت الانتخابات في ظروف قاهرة بالعكس أخذنا 97 نائب 97 نائب الكل الأخوة تمام شوف أخي انت لما 60% من المكون من جمهورك هسه عوفنا من المكون من جمهورك ما محدد سجلات تقول لي روح ما طبعا ما عندي فعل الكل احنا محددوا يعني حتى جمهورنا ترى المساله اكو برود الانتخابات على الكل مو بس على ما عليك ما عندك مدافع فاضي فاضي جاهزه البايومتري نسب التحديث بيوصل الى مراحل متقدمه ونسب متقدمه ماشي منو تهجر بال 2005 كنا قاعدين ببيوتنا كل شيء ماشي متكاونين الجيران متكاونين بس قاعدين كل من ببيته واذا تحول من الحريه للكاظميه ومن الكاظميه للحريه وين المشكله سيد بهاء اذا لقينا ما يحكى عنا اليوم تحت بند الظروف القاهره اللي ممكن تحول الحكومه الى حكومه طوارئ هسه ما نريد نقول ناجلها سنه سنتين على الاقل 6 اشهر الصيف وعلى اكو كلام عن تاجيلها للشهر التاسع وهي 6 اشهر شوي الحكومه تاخذ نفس ناس الحين يرجعون وضع وين المشكله؟ ليش التخوف انه يوم 12 ما يصير يوم 13؟ متى تاجل يوم 12/5؟ لا انا يعني هي هذه النصوص يعني مصيريه زين لا يمكن القفز عليها، طبعا احنا خالفنا الدستور انا عندي احصائيات لحد الان 334,000 مخالفه من يوم صدور الدستور لهسه من الحكومه من مؤسسات الدوله رئاسة الجمهوريه ومجلس النواب 343,000 334 لا 334 334 مخالف مخالف المشكلة وين؟ المشكلة إذا أجلت الانتخابات وفق مفهوم الدستور العراقي يعني الدستور انتهى جمت ويعني مجلس النواب ماكو انتهت هذه المدة وبالتالي سوف تبقى هذه الحكومة تتحول كل الصلاحيات لهذه الحكومة الطوارئ اللي تفضلت عليها هذه حكومة الطوارئ يجوز بعد 10 سنين ما سوى انتخابات ويجوز تصدر قرارات ويجوز ممكن أن, 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 أن تلغي الدستور كل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية تكون عندها وبالتالي وين راح نكون انت مو تقول قبل شويه مو تقول عفوا حضرتك يقول قبل شويه انه الحشد القوي ممكن ان لا احنا شفنا القانونيه ما ادري قصدي هذا نفس الحشد القوي قائمه الحشد راح عمها هذا العامل يقول تدعو بقوه لاجراء الانتخابات هذا يعني معناها ماكو تخوف من انه انطي حكومه طوارئ لمده 6 اشهر يعني الجناح المسلح اللي تحسون به قوي وراح يقفز على السلطه هو جاي يدعو لاجراء انتخابات يعني ماكو تخوف انه هو يسيطر على السلطه وخلي الحكومه الطوارئ تمشي بصلاحيات محدده وتعيد النازحين وتحل المشكله ويا الكرد كردهم بعدهم عدم مشاركتهم ايضا بها شكوك الماده الاولى في الدستور النظام في العراق نظام برلماني يعني حكومه يمكن ما مطبون بس اكو برلمان يعني حكومة تصريف أعمال ممكن بس البرلمان موجود أنت المشكلة شلون تخلي البرلمان فبالتالي هذا الموضوع غير دستوري غير مقرر المسألة الثانية من الناحية العملية والواقعية أي تأجيل للانتخابات يعني وجود كل مؤسسات الدولة هي غير دستوري وغير شرعي وبالتالي راح يجون الأخوة في الحشد الشعبي يقولوا لك لا تحشون علينا يا دكتور مشهداني ويا الأخوة السنة أنتم وجودكم اليوم غير دستوري وغير هذا فأنتم اللي طلعون وإحنا نبقى وبالتالي هم الأفضلية أنا أقول سوف تكون نصل إلى حالة لا دولة وسوف تكون هناك دولة أصابات وليست مؤسسات التي نطمح لها جميعا عندنا وضع آخر يعني قد يتعكز عليه السنة دكتور محمود وهو الوضع الكردي بس الآن أنا متأكد أنهم يقعدون قادة السنة بيناتهم يناقشون أو يقعدون مع نظرائهم الآخرين بالمكونات الأخرى
يقول لك مو بس احنا نازحين، اكو وضع علاقه مع الكرد مرتبكه، واكو وضع كردي داخلي ايضا يعني على صفيح ساخن. فتعال شلون مثل ما المواطن اللي بالمحافظات الغربيه الان بين نازح، بين قاعد ببيت مدمر، بين ما عنده خدمات، المواطن الكردي الان هم صار له سنتين ثلاثه ما ماخذ راتب، فاي وضع اجري بالانتخابات. يعني هذني الملف السني والملف الكردي، او خلينا نقول يعني الملف المناطق المحرره حاليا يعني او اللي تحررت حديثا يعني. ما عندنا احنا غير حجه غير هذه، انه احنا هل الانتخابات هي الغايه ام التمثيل الحقيقي للشعب هو الغايه؟ احنا غايتنا هو التمثيل الحقيقي. قال لك تكفى بيها، قال لك تكفى بيها. والحل ما اللي قال امريكا صار الانتخابات بها فوق ال 40%. هي اول دوله ديمقراطيه، خلص عنده 30%، شنو المشكله؟ لا هو منكون ان تكون شرعيه على حسابك على حسابي، مو مشكله، مو انت تجي وانا تجي مشكله، المشكله ان يكون امام مجلس شرعي، امام حكومه شرعيه. لا شويه غفلنا، طلعت القائمه مال هذه مثل العراق، هذا السفراء تطلع ل 16 ب 2.5 شنو يعني؟ مو امان، مدى نامن هسه؟ لو انا مثلا مامن، افرض مامن بحكومه تكنوقراط تتعامل مع المواطن كمواطن مو كمكون، مو ولا متهم ولا اقوى ولا اخي، ما عندي مشكله. هاي المشكله مو مشكلتنا، مشكلتكم، لان احنا من تصير انتخابات من تجون تردون ايش راح نريد؟ شو نحصل؟ يا وزاره يا كذا، ما تقول تعال شاركني بالقرار، ما تقول تعال شاركني بالدوله، ما تقول تعال شاركني بالدوله، هذا الوضع. ايش لطيف. بس اقول لك هي ما دام مشكلتنا مو مشكلتكم، فاحنا معنيين بالحل، هذا حل ما يفيدنا. تقول لي دستوري مو دستوري، فراق مو بهالوارد، احنا بوارد انه الجمهور السني يجد المبرر للمجيء الى الانتخابات. اخي جمهوري ما راح يجي الانتخابات، تذبحني ما لي علاقه بجمهورك، انا الدستور تقول لي انا عندي دستور اريد التزم به، خلاص هاي مشكلتي، فانا لذلك ابحث عن حل المشكله. انت المشكله بمناطقكم امنه، ما ادري سيد الرئيس انت لو ماخذين وعسى ما ننحرق. انت لو باقي رئيس مجلس نواب كان حتى الشيعة انتخبتك، شنو يعني؟ واذا جت السنه انتخبتك شنو يعني؟ انت هسه باش تصير رئيس وزراء، احنا ماكو داعي نطب للحكومه وياكم، امنين على حقوقنا. هذه اكو ناس يعني تبغى كل واحد عنده عابره طائفيه، خلي بطل خلينا طائفيين. لا ما يعني شوف، هو مو شعار العابره الطائفيه، كل زين احسن. كم واحد لا كم واحد من التحالف الوطني بالشيعه مثل سيد بهاء ممكن ان يتسنى برئاسه الوزراء؟ اكو هوايه؟ هواي اي فعلا، لا الشيعة الان الطبقة السياسية لدى الشيعة نضجت وبدأت يعني تفقه مفردات إدارة الدولة، خلاص ما عندنا مشكلة. هسه عندنا مشكلة اذا تغيير ديموغرافي بجرف الصخر، عندنا مشكلة اذا بتغيير ديموغرافي بحزام بغداد اخذ منكم مقعدين ثلاثة، يعني ما عندكم مشكلة. لا ابد، اذا دفعنا دم بها اذا دفعنا دم ولدنا راحت، عيب علينا اذا جانا مقعدين بعمليه ديمقراطيه. دفعتوا دم ودائما لحد الان هسه ما اقول تعايروهم انه احنا حررناكم وحافظنا على شرفكم، اذا دفعتوا دم بها وحررتوا هاي المناطق المفروض تحفظون كرامتها وتسمحون لهذا المجتمع ان يشارك بقوه في الانتخابات وان ياخذ استحقاقه الكافي في حزام بغداد. مو بغداد الان الشيعة يحصلون بها من 69 مقعد يحصلون بها 30 35 40 مقعد، وبعض والسنه يطلعون باربع خمس مقاعد، مو منطقيه. اولا انا اقول من حررناهم فهذا لا فضل ولا منا، وادعو خطابك وادعو الدوله ان تسحب الحشد. خطاب كثير يسمع السنه دائما انه احنا والحشد وحررناكم وحافظنا على اعراضكم، بالمقابل الان بالانتخابات تردون يعني بالانتخابات تردون تمثلوهم مثل ما يقول تردون تمثلوهم بالنيابه عن نوابهم. يعني هي اولا الانتخابات يعني هي مسألة تنافس، وبالتالي خليجي محمود المشهداني للكاظمية، أنا متأكد أكو ناس بالكاظمية تحبه ويروج. كانوا يراجعون، كانت عيادته بالحرية، كانوا يراجعون. كان يعالج المرضى ببلاش اللي ما عنده بذاك الوقت. لا احنا نجي نقول، فبالتالي هي احنا نريد واحد يصعد مثل هذا، مثل محمود المشهداني مثلا، يعني كمثل مو كاسم، ولا هو استحقاق أكبر أنه تنتخب السنة والشيعة. لكن أن نجد انه لازم ان تكون بهذه المواصفات وبهذا التحديد وبهذا المكان، هذا ما يمشي. انا اقول الى كل القيادات السنية وهم اخوتي محترمين، الذي يفكر بتاجيل الانتخابات انا اقول له فكر ببلدك
وبعائلتك أفضل، لأنه ذات أجلة الانتخابات بعد ما عندك وجود بالعراق، لا أنت ولا أنا. التأجيل الانتخابات ونسمع كلام كثير هذه الأيام مو مشروع سني. مو مشروع سني؟ إيه، قد يكون مشروع أمريكي مثل ما جاء نسمع، قد يكون مشروع أممي مثل ما جاء نسمع، مو نتيجة شكوى القادة السنة لدى هذه الأطراف. لا أولاً. لا. أول أو. أكو مشروع. لا ممكن. فممكن ممكن جداً أن يرضخ الشيعة لهذه الضغوطات الدولية لتأجيل الانتخابات. أنا أجي أقول لك بأمور. أولاً القيادات السنية التي ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدون ذكر أسمائهم طلبت من الإدارة الأمريكية بتأجيل الانتخابات. كان جواب الإدارة الأمريكية: نحن لا نتدخل بالشأن الداخلي، سووا أجواء بتأجيل انتخابات إحنا ندعمكم. هذا ما بالله. وهذا ما يجري حالياً. هذا واحد. اثنين، هذه مو تحليل معلومة يعني 100%. هاي واحدة. اثنين، بعض الدول الإقليمية التي جاءت حديثا إلى العراق دخلت الوضع العراقي زين العربية يا سعودي مثلا مثلا، هذه ما تحمل مشروع عربي سعودي وكذا، هذه تحمل مشروع أمريكي زين. فبالتالي ممكن، ولذلك صار تقارب على بعض الكتل أو بعض الشخصيات الشيعية بعد ما فلسوا من الجماعة شافوا ما يدبرون شيء. هاي واحدة. ثلاثة اللي تفضلت به ممكن، وين هذه الحالة؟ الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يبقى السيد العبادي لولاية أخرى، حتى لولاية أخرى هاي رغبتها، حتى يكمل المشروع بصورة عامة. التحرير صار، يصير بناء، يصير إعمار، يصير كذا، يصير قواعد، يصير غيره مثل ما مقدمة فيخشى أخلي يشارك بانتخابات سيد العبادي ويفوز، لو أخلي شخصيته مشكوك بها بحكومة تصريف أعمال. أي واحد يشارك من أدنى بالانتخابات إيش قد ما يجيب، ما يقدر يجيب الكتلة الأكبر إلا باتفاق الآخرين. هذا مو يعني السيد العبادي من الانتخابات، لا، السيد العبادي حريص على الانتخابات أكثر من غيره خاصة بهذا الوقت. بس هذا الواقع اللي موجود. أما تقول لي اليوم أكو قرار أمريكي بتأجيل الانتخابات، أقول لك لا. الأمريكان يردون الانتخابات أفضل ما تكون، بس إذا صارت أجواء، أنا أقول لك من يفقه الواقع العراقي بشكل دقيق هي الجمهورية الإسلامية، ولذلك تدفع بكل قوة بأن تكون هناك انتخابات. حتى قامت تدفع الأخوة السنة مثل السعودية جت على الشيعة، إيران قامت تروح السنة. تحسن ربعها وأصدقائهم من راح يستيدون الساحة ويفوزون. لا لأنه عندها فيجن، عندها رؤية مستقبلية، يقول لك إذا ما صارت انتخابات يرجع الوضع مأساوي بالعراق، وممكن يأثر علينا، ممكن أن يرجع وجود أمريكي بالعراق عسكري مرة ثانية ويأثر على الواقع. شوف عيني، هناك اتصالات بين الأمريكان وبين الجارة الشرقية إيران وحول هذا الموضوع. وقبل شهر ونص على أي مستوى؟ على مستوى عالي جدا. وقبل شهر ونص قالوا احنا بنهاية ال 12 ربما ننطي قرار اي او لا. الايرانيين اي لنناقش ياه الافضل. فاحنا حقيقة مسألة تأجيل الانتخابات لا بكيف السنة لا بكيف الشيعة. تأجيل الانتخابات هو اتفاق امريكي ايراني، إذا تأجلت انتخابات فمعناته الأمريكان والإيرانيين وافقوا. إذا عدس الرأس خليجون يحكون إذا ما صارت وإذا صارت وبقتها فمعناته دول اتفقوا، والباقي كلها بيها هامش دعاية انتخابية. أموت على صراحتك ومشتاق لصراحتك ومن زمان ما سامع الصراحة. هاي معلومة زين. مو تعليل. زين. هاي معلومة. فأنا هسه الآن أدعو الشيخ حسن روحاني وأدعو ترامب وأتحاور وياهم مكانكم. حسن روحاني ما عنده شيء قبله. زين. لا منو؟ وأكو احتمال أسألهم اللي راح يصير انتخابات بالعراق لو لا. وأكو احتمال يصير موافق على التأجيل. أنا على التأجيل. لا عفوا. أكو احتمال يصير موافق على التأجيل إلى التاسع أو العاشر. مين موافق؟ من السنة من الطرفين. من الطرفين. أنا لأنه واقعية، هم دراسة واقعية. أنا هذا الكلام حقيقة ما أقبل به، أن يكون اتفاق أمريكي إيراني. ما تقبل به بس هو موجود لو ما موجود؟ لا لا أكو موقف عندك موقف. لا لا، الجمهورية الإسلامية لها واقع في العراق، ما حد ما يقدر من خلال الكتل السياسية، من خلال القيادات، من بالأرض الحشيد بكذا موجود، ما حد ينكره. لكن أن يكون القرار بالانتخابات أو عدم العدش الرشيخ خليجون واحد من إيران واحد من أمريكا ويحكم العراق وننتهي الموضوع زي. لكن هذا الكلام حتى لو كان علينا ألا نقبل به. هذا واحد. اثنين، هذا واحد. هذا أنا معلومتي أيضا الجمهورية الإسلامية تدفع بأن تكون انتخابات بالعراق لأنها تريد الخير للعراق وتريد أن يكون استقرار بالعراق حتى ما تتأذى هي، وتريد إذا لم يكن هناك استقرار يعني الولايات المتحدة الأمريكية ترجع بقواعدها وبجيشها
إلى العراق، وبالتالي سوف تكون أمنها سوف يكون أمنها القومي مهدد. ليش بتقول إنه إيران تريد انتخابات؟ لأن أصدقائها مسيطرين على الأرض وتريد هذا نفوذها يستمر بهالقوة هاي، وما أشرت له من الدولة العربية المجاورة الكبيرة هي المملكة العربية السعودية اللي دخلت داخلة بقوة إلى العراق، استثمارات على غيره على مد أواصر مع قوى شيعية أشرت لها، ها زين. تريد الانتخابات لأن جماعتها مسيطرين لإفشال هذا الرغبة السعودية وتصليح خطأها السابق بترك العراق لقمة سائغة لإيران. لا هذا موضوع انتخابات. خلينا نتكلم بصراحة، اليوم الجمهورية الإسلامية من خلال هاي العلاقات اللي تفضل بها كل شيء تقدر تسوي بالعراق، استثمار، وضع أي شيء سواء كان سياسي اقتصادي مالي أن يكون لها في العراق، مثل ما يكون للولايات المتحدة الأمريكية أيضا قوة في القرار السياسي. لكن هذا الصراع السعودي الإيراني يجب أن لا يكون على الأراضي العراقية. الجمهورية الإسلامية أول من اعترفت بالعراق بمجلس الحكم، لكن هذا لا يعني أن نسمح لها أن تدخل بالتفاصيل العملية السياسية أو الواقع العراقي. إيران تدخلت لكن احنا سمحنا، المشكلة يمنا مو يم الإيراني، هذا واحد. ولذلك أيضا علينا أن لا نسمح للسعودية العربية أن تتدخل بالواقع العراقي. يجب أن تكون علاقات طيبة مع السعودية العربية مثل ما تكون مع إيران، لكن ألا تتدخل بهاي التفاصيل ومن ثم يتحول الصراع إيراني سعودي على الأراضي العراقية مثل ما كان إيراني أمريكي على الأراضي العراقية. هذا علينا أن نتكلم بصراحة. إيران جارتنا وأخواننا وأعزائنا ولهم كل الاحترام، بس هاي التفاصيل ما تترك. لكن كل هذه العلاقات، العلاقات موجودة، نعم زي. موجودة مع الأحزاب، بعض الأحزاب بنيت وترعرعت وانشأت بالجمهورية الإسلامية. عندي خمس دقائق، ثلاث دقائق للدكتور ودقيقتين لك، بس أريد بها، أريد بها إنه كل هذا الحكي عن التأجيل هسه كمكون سني ما شاء الله ده تأسسون أحزاب ومهرجانات وغرف مغلقة تحالفات تفوت والأنبار شلون فوت بيها وصلاح الدين الشؤم، يعني أكو شغل يومي على الانتخابات. تمام، إحنا نعمل بجد واجتهاد يوميا ليلا ونهارا، وكان الانتخابات غدا زين، فما نجي نتفاجئ بالنتيجة. راح يكون قرار للعراقيين كلهم، إذا قرروا العراقيين أن نجوا انتخابات إحنا شنو أمامنا؟ نقول لهم الله إحنا ما إحنا عبانا تتأجل، كلمة عبانا ما، إحنا نعمل ليل نهار على تشكيل خياراتنا داخل المظلة. داخل يعني أكو خيارات أن نكون كتلة واحدة ندخل في الانتخابات، وأكو خيار أنه المظلة الخماسية تقصد؟ تمام، بعدها مشرفة سنة بالمناسبة كلهم على الخماسية، مع كلهم على الخماسية، كلهم على الخماسية. هذا الاجتماع التركي الأخير اللي لغى كان هذا المشروع. والخيارات داخلها أكو خيار وطني، أكو خيار آخر إلى آخره، تعرف عن بيت العراق كنا رافضين هاي العملية كلها. لكنه كمكون أحنا من مصلحتنا أن ندخل في كتلة واحدة أو مظلة واحدة وتتوزع على المحافظات، لكن بالنتيجة تكون مظلة واحدة. فلذلك احنا نعمل على هذا، والآن يعني وصلنا إلى خطوات يعني لا بأس بها لإعطاء ملامح المشاريع اللي راح ندخل بها في الانتخابات القادمة. أي توكلوا بالله، خلاص مستعدين، يعني مستعدين للانتخابات. شيء سيد بها الصورة أوضح بالواقع، واقع الشيعي، واقع التحالف الوطني مو يعني أكيد. يعني أولا أنا أقول مجلس النواب في الجلسة الأولى أو في الأسبوع الأول من إعقاده، طبعا مجلس النواب تكون من هذه الكتل السياسية المحترمة كلها سنة وشيعة، إذا ما صوت أو ما حدد موعد صادق على تحديد موعد انتخابات اللي يقرر مجلس الوزراء، فهذا يعني هذه الكتل ما تريد الانتخابات وهي متتحمل المسؤولية، بس إن شاء الله تكون هالانتخابات. الواقع الشيء أفضل بكثير، مع هناك أكو تخوف من لبعض الكتل إن ضعف حجمها قل حجمها، الخلافات الموجود الموجودة ما بين مكونات التحالف الوطني، لكن هي مستعدة للانتخابات أكثر من الإخوان بكثير. الرفض الجماهير والشعبي موجود لكن بالنسبة أقل بكثير مما موجود، ولا أكو حالة استقرار في تحالفات الموضوع. التحالفات اليوم، التحالفات وما بقى 20 يوم اليوم، اليوم تحالفات ماكو، يعني أكو يعني ما كان بعد ماكو شيء اسمه تحالف وطني ولا أكو ائتلاف وطني، لا مستحيل قبل الانتخابات، ممكن أن يكون ما بعد الانتخابات، بعد الانتخابات. وأعتقد صعب يكون. اليوم أكو خطين وهو السيد العبادي السيد المالكي، وأكو خطين آخرين هم الحكمة وسماحة السيد مقتدى الصدر، يعني الكتلة اللي سوف تنزل. بالتالي ذول الخطين الأول الآخرين سوف يكون تابعين. الأخوة وين راح يشوفون
وين راح يشوفون؟ وين الكفة الأقوى؟ اللي تنطيهم وزارات أكثر. راح يروحون. مثل ما قالوا قبل شوي. راح يروحون. مو تمام. راح يروحون معها. أنا أقول علينا أتكلم بصراحة. ما نثق مو شعارات. البلد وصلنا اللي وصل ما وصل إلا بسبب أخطائنا. كلنا نتحمل المسؤولية بسبب مختلف. اليوم خلينا نسوي انتخابات نزيهة. ترى الانتخابات شكك في نزاهتها لحد الآن. أكو مشاريع كبيرة لتزوير الانتخابات وبعدين ما بدينا. أن تكون انتخابات وأن نلقي مجلس نواب حقيقي وأن تكون هناك حكومة تكنوقراط أو حكومة قوية وندعمها ونعمل على تخريب ما يعني تصليح ما خربناه إحنا وبالتالي يكون أمل للعراق والعراقيين من جديد. أما أن يصعد ألا يصعد بها الأرجي أو سيد المشهداني لا هذا عيب. هنا ردا على كلامك بأنه كل القوى السنية تحت المظلة العربية من السيد صلاح الجبولي رئيس كتلة تحالف القوى العراقية يقول غير صحيح لسنا تحت المظلة العربية والدليل تحالوا على وين على تركيا على إيران الدليل دكتور محمود كان ضمن مؤتمر 13 تموز المضاد لمجموعة أنقرة أبو المظلة المظلة واحد والمشاريع واحد هذا ده يحكي يطرب صف المحون أنا قلت مظلة المظلة تختلف عندنا خيارات داخل المظلة يقول خامة إياد علاوي اللي كانت ب 2010 المظلة تختلف أنا خياراتي وطنية وما ارتبط بأي جهة أجنبية خياري أنا لكن أن نكون خارج المظلة سيد صلاح إذا لأن هناك من يقول إذا توزعنا على التكاكين فراح يكون التكاكين هذه تتبع إلى سوق كبير تكان بسوق كبير إذا جمعنا نكون إحنا سوق مريدين مالتنا خاص فالمظلة تختلف هذا عليك مظلة تختلف أنه نكون يعني هو يدخل وجماعته واحد وأنا أدخل واحد هي هاي الخطأ احنا ندخل جميعا وبخياراتكم انتم عندكم خيار يجوز لا سيد صلاح الجبوري هو وزملائه يجوز عنده خيار آخر لا ما عنده أي خيار آخر يعني المسألة إذا صارت بيها دكاكين وأسواق هذه مسألة مبيوعة لقدام ما علم ننبع عندنا ان 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 نسد عيوبنا خليني نبيع علم نبيع واحنا اي والله هجم بيوتنا صبروا لي شويه يعني كلام مهم وكلام مميز يا اخوان تحياتي للاخوان بلندن البث جاي اتعبكم وياي بس كلام مهم ورائع وضيفين رائعين وحلقه مميزه وثريه بالمعلومات بس مضطر دكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الاسبق شكرا جزيلا لك والسيد بهاء العرجي نائب رئيس الوزراء السابق شكرا جزيلا لك شكرا لكم نشوفكم باكر ان شاء الله.